اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده، وكالعاده برضه قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. طبعا ان شاء الله كده كلها يوم السبت ونشوف رياض محرز بيتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا، وساعتها يا معلم لو توج ببطوله دوري ابطال اوروبا من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتير هيبقى افضل لاعب في تاريخ الجزائر، وبصراحه يعني ارقامه والقابه بتتكلم عنه. راجل يا معلم واخد 3 دوري انجليزي، وكمان احسن لاعب في الدوري الانجليزي، وكمان احسن لاعب في افريقيا، ده غير بقى كمان يا معلم لو اخد دوري ابطال اوروبا. يعني معلش يعني مع كامل احترامي لكل الاساطير القديمه محدش فيهم عمل اللي رياض محرز عمله، ولا انتوا شايفين ايه يا جدعان؟ فخلينا بقى معلم نخش فيديو سريعا، بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك، يعني يا جدعان عايزين بس نوصل الفيديو دوت لحد 2000 لايك، وطبعا ما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اي فيديو جديد، ويلا بينا يا معلم. يلا يا عم رياض محرز. طبعا يا جدعان رياض محرز كلنا عارفين هو حاليا في موسم 2021 احرف لاعب عربي مهاري على مستوى العالم، طبعا دوري انجليزي وان شاء الله كمان دوري ابطال اوروبا جاي، وكمان في قائمه احسن لاعبين في الدوري الانجليزي، فمش محتاجه يعني كلام كتير، كلنا عارفين من رياض 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 رياض. يا عيني يا عيني يا عيني، هو استاذ ورئيس قسم في حته الترئيس بتاعته دي، الله اكبر عليه بجد، ويكفي يعني الحمد لله عندنا فخر عرب كده بعد ما اخر الدوري، يعني الحمد لله يعني رفع علم فلسطين، وبصراحه يعني العالم كله يحترمه فوق دماغه، العالم العربي كله لازم يحترم رياض محرز فوق دماغه. لا 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 على الار 2 بتاعك يا جدعان، الار 2 بتاعه غريب بجد بجد، كره لما بتلبس معاه ار 2 بيبقى ار 2 استاذ ورئيس قسم قدام البي اس جي، بوم 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 بوم، يا نفس نفس في مهب الريح، يا سلام يا رياض يا عيل. لا 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 بص قدام الساويز، بص 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 طريس، بص طريس، بص بص رياض 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 يا جماعه، رياض عالمي عالمي بجد، ده انا عليه فنت بتهويشه غريب عالمي، الله اكبر عليه بجد، يعني ربنا يحفظه وان شاء الله ان شاء الله ياخد دوري ابطال اوروبا السنه دي، والله يوم السبت يعني هانت اسيست قدام بروسيا، عم هاري بيرقص هادي ما بيتوترش ابدا، بيعرف يرقص واحد لواحد بكل سهوله بكل سهوله، تعالى لوك شو يا معلم، اقعد بص لوك شو بيقعد، عيني عيني قعد قعد بقى على ايه مش عارفين، يعني مش هنتكلم كتير عشان عيب، قدام روبرتسون تعالى يا معلم، اوعى كانتارا انت ومين؟ الواد كورتي جونز يا جدعان، بص بيعمل ايه؟ تعال بص بيعمل ايه؟ قدام ارسنال، اي 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 رياض 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 عليه تهويشه بالشمال، بص الثلاثه الثلاثه يا معلم ما عندوش مشكله يا ولد يا ولد، لا 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 كده كتير، بوم 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 في ليستر سيتي، الجون ده في اول الدوري عمل قلق بصراحه، عمل قلق، سلام عليكم، انت بتدي الكره لرياض محرز كده على خط ال 18 عشان يقول لك البس البس دي يا معلم، علشان تحرم تغلط، معلش هتغلط قدام فخر العرب هتزعل عيب، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الاسيست والجون يا جدعان، بص الكنترول برده ما تهربش ما تهربش، ده هو استاذ في الكنترول رحيم، الكره دي بص اصلا رحيم ستيرنج كان ممكن يريحها على طول لرياض محرز وتبقى جون اسهل ليه، يعني بدل ما كان يرقص ويتاخد وتروح لرياض، يا يعني لعيب الله اكبر عليه بجد، تعالى يا معلم تعالى يا باشا، انت رايح فين؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عاقل، النني لا يا معلم ده قدام النني، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، اوف 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 اوف، لا 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 ايه ده ايه ده، ايه اللي جايه دي؟ اتفرج اتفرج، في واحد زحف كده مره واحده ما تفهمش، بص 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 ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان يا جدعان، رياض رياض يا عيني يا عيني على الكنترول، ملك الكنترول فعلا
فعلا ملك الكنترول. جون ده جامد قوي 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 بجد. هدوء، ترقيص، مهارة، ار2، كل حاجة عملها في الجون ده. بص 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 بص، الله اكبر عليه بجد. هي رجلي اصلا تحسها ار2، تقول لك انا رجلي معدول على ار2، ما انت مش هتفهم. على الجون ده يا جدعان يا جدعان، اتفرجوا على الكنترول، اتفرجوا على الترقيص، اتفرجوا يعدل بيمينه ويشوب بيمينه، اتفرجوا. بص العقل، مش عارف اقول ايه. لمبه فصلت، ينفع كده؟ ما ينفعش. صباح الفل، فصلت على ارتو، جميله. اسيست. رياض رحيم ستيرلينج اللي بينط، متخيل؟ خير رحيم ستيرلينج اللي قد كده، بس معلش في مايسترو بيرفع برضو. يا ولد على الاسيست، يا عيني على الاسيست اللي فات ده. هو سبب رئيسي لوصول مانشستر سيتي السنه دي لنهائي دوري ابطال اوروبا، وان شاء الله انا عايز سيتي ياخد البطوله ديت عشان خاطر تشيلسي طلعوا بيدعموا ايه اليهود. فمعلش بقى، يعني مع كامل احترامي، في لعيب هناك حسام حكيم زياش محترم وكل حاجه، مغربي عالمي، بس مع كامل احترامي للفرقه، ما تتحرق الفرقه معلش يا عم. بص العقل، الله اكبر عليه بجد. كورت اسيست لدي بروين، بوم 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 بوم. لا يا رياض، لا وعلى الاسيست يا جدعان، لا وعلى الاسيست. بسم الله ما شاء الله بجد، الله اكبر عليه بجد، ربنا يحفظه. يعني بس العيال بترقص بريموت كنترول يا ولد، والله انا ترقصت معاهم، انا ترقصت معاهم في الكرة دي. تعالى يا معلم، بصوا في وسط التلاتة والهدوء والمهارة، الله أكبر عليك بجد يا ابني. يا عيني يا عيني يا عيني على العقل. رب برناردو سيلفا برضه حريف قوي يا جدعان، حريف قوي. الرب بتاع ليستر سيتي تعب منه والله. اوف 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 اوف، وات في الفودن ده، في الفودن ده، يعني ما اقولكش، تحس الواد طالع بس ان ما شاء الله عليه بجد، مهاره وثقه في نفسه مش عاديه نهائي. يا ولد على البنت، يا عيني يا عم، ارحم المدافعين شويه. رياض يا عيني يا جماعه، حريف قوي بجد حريف قوي، لعيب امكانياته عاليه، بسم الله ما شاء الله عليه بجد. يعني انا وبصراحه اعظم لاعب في تاريخ الجزائر، مش محتاجه كلام تاني خلاص. لو خدها وبصراحه من غير ما ياخدها، يعني حاجات اللي هو واخدها والالقاب وان هو يجيب بطوله للمنتخب بتاعه تفرق طبعا. يعني كامل احترام الرابح مجر وكل حاجه، انا واخد دوري ابطال اوروبا ومش عارف ايه، بس معلش ما خدش احسن لاعب في الدوري الانجليزي، ولا معلش برده كمان ما خدتش دوري انجليزي 3 مرات، مع كامل احترامي ليك برده. رياض محرز جايب بطوله كاس امم افريقيا، لا هو عجون ده، الحق. بهد فاولات، بيلعب ارتو، بيلعب بالهيد، بيلعب ترقيص زي كده، بص هيخش في وسط المدافعين ويحط تشيب عادي، ما عندوش مشكله يا جدعان. العقليه كره في العقل بجد، لعيب زي ده عقليته بسم الله ما شاء الله عليه بجد، حاجه تحترمها غصب عنك. ضربات جزاء ماشي، ما مش هقول حاجه، لا مفيش حاجه بقولها، لا شكرا للناس اللي عامله الفيديو. بس بقى يا معلم وكده تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.